حضرها محمد بن ثابت وأعد الروبورتاج التالي. مع توالي النتائج السلبية باتت وضعية فريق اتحاد الخميسات تطرح أكثر من علامة استفهام، فالفريق المحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، أي بمعدل نقطة واحدة في كل مباراة، وبرغم تقديمه لمستوى أداء جيد بشهادة كل المتتبعين، إلا أن ذلك لم يشفع له في ترتيب جيد ودخل مرحلة الشك. يعني أنا كنقول بأن سيرتو أزمة نتائج، وهذه أزمة نتائج يمكن تسبب لنا في ذاك الشك. احنا لو رول ديالنا انا خصنا نزيدو نجتهدوا، صافي نزيدو نشتغلوا ونجتهدوا، سي سوري سيرتان سافا بي ان شاء الله. فريق اتحاد الخميسات واستعدادا لمباراه الجمعه امام حسنه اكادير اجرى مباراه وديه يوم الثلاثاء امام حوريا كوناكري، انتهت بتعادل بهدف لمثله، وكانت مناسبه جيده لاشبال المدرب فوزي جمال لاستعاده الانفاس. علاش انا بغيت نلعب هذه المقابله؟ يعني حتى اللعابه باش يكبروا شويه في نيفو مونطال، يعني ملي كتبقى تلعب ماتش انترناسيونال سي سوري سيرتان سافا بورتي يعني واحد نيفو بسيكولوجيك للعابه. نتمنوهم الله باش يكون لامباكت سيرتو في هذا الماتش نتاع حسنه اكادير اللي غادي يكون مقابله صعيبه. الفريق الزموري سافر الى اكادير مباشره بعد نهايه الحصه التدريبيه اليوم الاربعاء، وعينه على العوده باخف الاضرار، سيما وانه يدرك ان معظم نتائجه السلبيه كانت خارج الميدان امام كل من الرجاء الرياضي والجيش الملكي واولمبيك اسفي، والمره الوحيده التي حقق فيها نتيجه الفوز خارج الميدان كانت امام الدفاع الحسني الجديدي. هي ظروف جد عادية لأنه معروف على فريق اتحاد الزموري بلي جون ديالو بإطار الوطني سي فوجي جمال يعمل وينسى الوراء لكي تحقق نتائج إيجابية. لعبنا مقابلة ودية مع حورية كوناكري أمس البارحة، درنا نتيجة تعادل الحمد لله، الدراري مورال مزيان، استعدادات عادية لإجراء المقابلة ديال الحسنية، وناخذ يعني محمل من جد باش ان شاء الله نمشيو نحققوا 3 نقاط من اكادير اللي تخرجنا من مرحله الشك اللي احنا دخلنا فيها. فريق اتحاد الخميسات يراهن على تقديم اداء جيد امام حسنه اكادير رغم الغيابات التي يعانيها بداعي الاصابه، حيث سيغيب كل من جواد العماري وباصور ومجد الدين الجيلاني وحسن بوزكار، الا ان المدرب فوزي جمال يعول كثيرا على حماس اللاعبين الشباب. ومنافسات البطوله الاحترافيه في دورتها